تسليم ميناء الصيد البحري بولاية بركال الشركة المنفذة للمشروع الذي يشمل توفير الخدمات الأساسية لقطاع الثروة السمكية ومرافق أخرى. المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب تداهم موقعاً سكنياً بمنطقة الحيل الشمالية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بعد أن تبين استغلاله كمقر لممارسة أنشطة تجارية مخالفة. تلقى حامي عارين منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم علي الحبسي صدمة جديدة مع نادي الهلال السعودي، وذلك بعدما قرر المدير الفني للهلال الأرجنتيني رامون دياز استبعاد الأمين للمرة الثانية من قائمة الفريق السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.